أحيت الفرقة القومية للموسيقى العربية حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. جاء ذلك وسط حالة من الانسجام بين الحضور بباقة مختارة من أعمال الموسيقار الكبير فريد الأطرش والفنانة وردة الجزائرية. بباقة مختارة من أعمال الموسيقار الكبير فريد الأطرش أحيت الفرقة القومية للموسيقى العربية حفل غنائي رائع على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط حالة من الانسجام بين الحضور. الناس تعودت عليا أن أنا بغني أغاني الفنان عبد الحليم حافظ. النهاردة في تحدي كبير قوي، أنا هغني للفنان فريد الأطرش. فحفلة مختلفة، أغاني مختلفة زي ما حضرتك قلت، طعم الألحان مختلف. الحفلة هي كانت الأول لعبد الحليم مثلاً. فاحنا جت لنا فكره كده ان احنا طب ليه ما نعملهاش ورده، كانت ورده وعبد الحليم، فقلنا طب ليه ما نعملهاش ورده وفريد الأطرش. فالحمد لله نالت الفكره اعجاب الاداره هنا، الاستاذ اماني ودكتور خالد والاستاذ تامر غنيم، وتحت اشرافهم الحمد لله بدانا نعد البرنامج. وبعد اعداد البرنامج بتمحص يعني، فعملنا بقى البروفات، طبعا جهزنا النوت والطبقات والبروفات مع المطربين، انا جهزتهم الاول، بعدين بدأنا البروفات العملية بقى مع الفرقة. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية كانت ملكة الجزء الثاني من الحفل، واللي تفاعل مع الجمهور بشكل كبير، معيدة للأذهان الفترة الذهبية للغناء. أنا من عشاق أولاً فريد والأطرش ووردة. فريد الأطرش أنا جدتي كان عندها إدمان بأغاني فريد الأطرش، فألحانه أنا تربيت عليها من وأنا صغيرة، يعني هو قريب ليا بالأخص. وطبعاً الجميلة وردة الجزائرية أنا اخترت النهاردة وحشتوني، علشان أنا كان بقالي فترة كده شوية غايبة، فبالنسبة لي ليها معنى على مسرح الأوبرا، واخترت هي بدع الورد ألحان فريد الأطرش وغناء الراحلة أسمهان. وتستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم حفلاتها الفنية المختلفة، واللي بتهدف إلى الحفاظ على التراث وتقديم أغاني زمن الفن الجميل. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.